السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين ديال عالم أمينة بالقيد. هذا معكم أستاذ من جبال إيمين دونيت. راسلنا الأخت أمينة بالقيد بشي صور ديال مجموعة ديال التلاميذ ومجموعة ديال الوليدات ديال الدوار، ديال هاد الدوار هذا وديال هاد الإقليم ديال إيمين دونيت، كيعانيو من قسوات البرد والثلج والفقر. يعني كتشوفوا كتعرفوا بان اقليم شيشاوا هو من الاقاليم الفقيره. غير هاد الناس هادو كيعانيوا بزاف وكيعانيوا في صمت، وكنتمنوا من المشاهدين ديالو ولا المحسنين ديال عالم امينه بالقيد يشوفوا في هاد الوليدات هادو اللي صيفطنا ليها في الصور، لحقاش بعيده الطريق بزاف، ما كرهناش انها هي تجي هنا وتشوف هذا الشيء مباشرة، ولكن طريق صعيبة وبعيدة بزاف، ما بيناش نغامر بعد السيدة، لأننا نحن مازال محتاجينها ومحتاجها الإقليم كامل، محتاجها سيد المختار. وكنتمناو من المحسنين ومن المتابعين والمشاهدين ديال عالم أمينة بالقيد يشوفوا في هاد الوليدات هادو، سواء بأي حاجة بأي حاجية، سواء بملابس مستعملة أو جديدة، أحذية إلى غير ذلك. وجزاكم الله بخير. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. المتتبعين ديولي كديرين، لاباس عليكم، هانيين، ترجى من الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو أتم الصحة والعافية إن شاء الله. المتتبعين العزاز الغاليين، اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الفيديو اللي كنت درت قبل، بان كنتو سمعتوا الفيديو اللي كان دار ليا الاستاذ اللي في الجبل على حساب التلامذ اللي خاصهم اللباس. الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه، ولا لواحد الحمد لله قدرنا نوفروا لهم واخا غير شويه، ماشي داك الشيء اللي بغينا، ولكن الحمد لله. المهم هي ان كانت أذان صاغية من أخوات خارج أرض الوطن، وكانت أذان صاغية من النساء اللي كاينين هنايا في القراب ليا هنا في سيد المختار. الله يجازيكم بخير. بغيت نقول لكم من هذا الفيديو الله يكرمكم، الله يطول عمركم، الناس كاملين اللي عندي في القناة ديالتي اللي كيتابعوني، النساء اللي هما تشاركوا معنا في هذا الفضل من الله تعالى، نطلب من الله يرزقكم النصيب حتى نتوما منه. احنا درنا جهدنا والكمال على الله تعالى، داك الشيء اللي قدرنا عليه راه وفرناه ليهم وصيفطناه ليهم، كما غادي تشوفوا من وصلتهم الملابس. دار لي الاستاذ فيديو، ها نتوما راه غادي تشوفوه ان شاء الله. كاينين اخوات اللي هما شاركوا باللباس ديال وليداتهم، كاين اللباس ديال النساء، كاين اللباس ديال الرجال، كاينين صنادل، كاينين صبابط، كاين سراول، كاين كل شيء. الحمد لله اللي قدر على شي حاجه راه عطاها ليا، جمعت ليهم داكشي اللي قسم الله وصيفطو ليهم. وكاينه واحد الاخت اللي اتصلت بيا من خارج ارض الوطن، قالت لي يا امينه عطيني النيميرو ديال السيد، ولا تقدري انتيا تكلفي، ولا عطيني شي حد اللي يقدر يمشي يشد اللباس، غنصيفط ليهم شي كوليات ويمشي يشدهم. عطيتها النمره ديال الاخ اللي هو غادي يمشي يتوصل بالامانه ان شاء الله، وحنا في انتظار انها تصيفطها وغادي نتشاركوا معكم ان شاء الله باذن الله. اش كما بغيت نقول لكم الاخوات، هذا الفيديو درتو غير باش يعرفوا الناس بانها راه الامانه ديالتهم وصلت، وبانها راه جات في وقتها. كما قال الاستاذ، الجبل بدا كيطيح فيه الثلج، بدات واحد البروده اللي يلا في البدايه ديالها، ونتمنوا من الله تعالى يكون خير. هذه غير البدايه، وغادي يبقى ان شاء الله هاد المشروع مع الله تعالى غادي يبقى مفتوح مع 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 الاخوات اللي بغات تساهم بلباس ولا بتقيشرات ولا بصبابط، صنادل، جاكيطات، مونطوات، سراول، يعني اي حاجه ديال البرد جمعوها. واللي كيعرفني يجيب ليا للدار، اللي ما كيعرفنيش يتصل بيا، انا غادي نجمع ندور كيما درت في قبل، كندورو نجمع داكشي من الوقت اللي عندي خاوي، كندورو نجمع من عند الاخوات وحطيتهم في واحد البلاصه
واحد الدار عند الوالد خاويه، حطيت فيها حتى جا الاخ وداه هذاك الشيء اللي قسم الله. كنعاود نقول لكم الاخوات راه نفس المبادره غادي تبقى ان شاء الله باذن الله حتى يكمل البرد. اي واحد قدر يساهم باش ما قدر يساهم، يا بتقيشرات يا باللي كان، الا ما قدرتيش اضعف الايمان اختي ولا اخي، هي تشري واخا غير جوج تقاشر. شريتي غير جوج تقاشر، مشيتي تشري غير تقشيره لوليداتك وشريتي تقشيره معاهم وصدقتيها، راه غادي يكون افضل وافضل. الله يجازيكم بخير والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا ربي يا ارحم الراحمين. هانتوما هذا هو الفيديو اللي صيفط لي الاستاذ منين وصلوه الباس، وكنتمنى يكونوا فرحوا به وفرحهم وجا قياسهم، ونطلب من الله تعالى التوفيق ان شاء الله والنجاح والفلاح لكل المسلمين. والله ييسر الامور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارطاجوا، الله يجازيكم بخير، وخلوا لي البصيمه، راه كنسى نقولها لكم ولكن نتوما راكم ادرى بان ضروري البصيمه تكون، وضروري التعليق اللي كيخلي يحفزنا ويخلينا نزيدو. الله يجازيكم بخير وخلينا نكملوا، ديروا لنا البصيمات وبارطاجوا لنا الفيديو وخلوا لنا التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقاو، نقدوهم ان شاء الله ونفرقوهم على ذوك الوليدات. ودابا نيت راه هادي هاكي تحت الجدابه نيت، جاو في الوقت ديالهم المناسبه، راه الثلج كيطيح لنا نيت هنايا. بارك الله فيك والله يقبل لكم.